ازاي يا كابتن عمر؟ اهلا وسهلا بكم، مساء الفل. اهلا وسهلا بك كابتن ابراهيم، اخبارك ايه؟ الحمد لله بخير والله. يا رب دايما. ايه الموقف بالنسبه لمحمد عواد دلوقتي؟ هل في عروض حقيقيه رسميه وصلته زي ما سمعنا احيانا كده من السعوديه من الامارات، ولا مفيش الكلام ده لحد دلوقتي؟ والله يا كابتن ابراهيم، احنا كان عندنا عرض من حوالي اسبوعين او 3 اسابيع من نادي الباطن السعودي، كان عندهم رغبه قويه جدا في التعاقد مع محمد عواد، وعرضنا العرض على مجلس اداره نادي الزمالك، وكان الراي فيها ان هم كانوا شايفين المبلغ المادي المقدم من نادي الباطن مبلغ يعني مش مناسب لامكانيات اللعيب، فتم رفض العرض. ووقتها طبعا كابتن محمد زي ما نزل على تويتر او نزل على صفحات السوشيال ميديا ان هو بيحترم راي الاداره بكل تاكيد، وامتثلنا طبعا لراي الاداره. كان في اتهامات ثانيه من بعض الانديه في السعوديه، ولكن لم ترتقي لعروض رسميه يعني لحد دلوقتي. لحد دلوقتي مفيش لسه اي حاجه رسميه. طيب عواد يعني استعداده ايه جوه نادي الزمالك؟ ناس كتير بتقول عواد متضايق، عواد زعلان، عواد مش موجود علشان خاطر كان الفتره اللي فاتت عايز يمشي. انت وكيله واقرب يعني واحد ليه، تعرفنا موقفه ازاي دلوقتي داخل نادي الزمالك؟ والله كابتن ابراهيم، هو كابتن محمد عواد طبيعي ان هو يكون يعني نوعا ما مستاء شويه من ان هو ما بياخدش فرصه المشاركه، ده حاجه طبيعيه لاي لاعب لما يكون بامكانيات وقدرات كابتن محمد عواد. فهو في جانب استياء، ده طبيعي ان لاي لاعب بيقعد على دكه البدلاء، ولكن احنا عندنا عقد مع نادي الزمالك، كابتن محمد بيحترم العقد ده بشكل كامل، محترم كل الامور واحترم قرارات مجلس الاداره. طبعا كان هو عنده رغبه ان هو يكون ليه فرصه مع نادي الزمالك، لان هو زي ما اتكلمنا صفقه جماهيريه كبيره في بدايه الموسم، وكان عليها امال كبيره في مطلع الموسم. يمكن هو كان شايف شويه ان هو اتظلم في نقطه ان هو اللي اتحمل الكبوه اللي حصلت في نص الموسم بالنسبه للفريق. كانت كبوه على صعيد المستوى الجماعي للفرقه، يمكن هو اللي شالها يعني وقتها. فكان شايف ان هو يستحق فرصه افضل، لان زي ما الكل عارف يعني كابتن محمد عواد قدم موسم ممتاز في السعوديه مع نادي الوحده، وقدم مستوى كبير هناك، طلع عليه اشاده والبعض وصفه ان هو احسن حارس في الموسم ده، وقبلها موسمين ممتازين مع الاسماعيلي. فلما يحصل دروب بسيط، سواء كان دروب جماعي او دروب فردي على مستواه، لازم برضه يبقى فيه بعض التعامل النفسي. ده للاسف هو ما تمش التعامل معاه، سواء جماهيريا او سواء على الصعيد ان هو تم التضحيه بيه يعني، ولكن هو بيحترم بالقرار اكيد طبعا. ما اعتقدش ان هو تم التضحيه بيه، هو في الاخر هي مساله فرص هتلف وهتيجي تاني يعني. الافكار كلها ممكن تبقى عند البعض يتخيلها كده، انما لا، هي الفكره دايما انه فرصه وبتروح منك شويه وغيرك بيتالق وياخد مكانه، وبعدين هتلف لك وتيجي تاني. هو مستعد للفرص؟ هو جاهز جوه نادي الزمالك؟ هو ده السؤال. والسؤال الاهم، هل هناك وعد او كلام او اتفاق انجاز التعبير ما بين حضرتك كوكيل لكابتن محمد عواد وما بين اداره نادي الزمالك لخروج اللاعب مع نهايه هذا الموسم؟ احنا خلاص بنتكلم الشهر ده هيبقى نهايه هذا الموسم بالنسبه لنا، وخروجه في اي صفقه انتقال على سبيل الاعاره ولا لا؟ والله هي الفكره، في كلام مع اداره نادي الزمالك، ولكن الجميع مركز دلوقتي على الهدف الاهم بالنسبه للفرقه كمان، وبالنسبه لكابتن محمد عواد وهي بطوله افريقيا. مش عايزين نوعا ما شويه تشتيت للفريق في الناحيه دي طبعا. زي ما قلت لحضرتك، لما جالنا العرض بتاع السعوديه ما حبيناش نتكلم عنه في الاعلام، عرضناه على اداره نادي الزمالك اترفض، فما حبيناش ان احنا نتكلم بشكل كبير عن الموضوع غير في نهايه الموسم. الـ يمكن في فرق فروقات دلوقتي حاليا ما بين سوق الانتقالات في مصر هنا وسوق الانتقالات في او سوق الانتقالات في الخليج. الدوري هناك هيبدا مثلا في السعوديه او في الخليج، في السعوديه مثلا في يوم 15، احنا عندنا لسه الدوري ممتد ولسه بطوله افريقيا تنتهي في شهر 11. ففي فروقات ما بين الانتقالات، فلو فضل كابتن محمد عواد مستمر مع نادي الزمالك، هيبقى الفرصه الوحيده اللي هو لو خرج هيكون داخل مصر يعني. لان حتى سوق الانتقالات في اوروبا هيقفل برضه يوم 5 بعد بكره.
مش عايزك تقول لي مش عايزك تقول لي اسماء انديه، مش عايزك تقول لي اسماء انديه، هل هو عنده عروض من داخل مصر ولا لا؟ لحد دلوقتي مفيش عرض رسمي اتقدم لينا، كل العروض اللي موجوده عباره عن كلام شفوي يعني. صحيح. هل عندك تعقيب اخير يا كابتن عمر؟ التعقيب الاخير بس ان يعني الناس كلها بتتكلم على نقطه ان كابتن محمد عواد مستاء من شيء. هو تركيزه ان هو ياخد فرصته في نادي الزمالك. ده رقم واحد كان بالنسبه له في اي شيء من الاشياء يعني. فهو بيجد المسانده الجماهيريه بشكل كويس جدا، ويمكن جمهور الزمالك لحد دلوقتي مؤمن بـ 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 بوجود كابتن محمد عواد في فريق نادي الزمالك. فهو حتى لو لا قدر الله مش مستمر مع الفرقه السنه الجايه سواء على سبيل الاعاره او اي شيء، فهو ان شاء يعني هو حلمه ان شاء الله يرجع لنادي الزمالك ويقف تاني في حراسه نادي الزمالك في يوم من الايام باذن الله. ان شاء الله باذن الله. كابتن عمر بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. كابتن عمر البنا وكيل اعمال كابتن محمد عواد حارس مار.